عليكم السلام. اخويا انا هو الاب ديال حمزه اللي كان في الخيول في المهرجان، وقعت له هذيك الحادثه. ودابا خويا راه من ذاك السيمانه عنده 15 يوم وباقي في الكومه في سبيطار زي. وخويا كان طلبوا بغينا المساعده من المحسنين من الاخوان، ونشوفوا خويا داك بالنسبه للجامعه ولا الجمعيه ما مسوقه حتى لواحد، ما تابعنا حتى واحد، لا رئيس الجامعه لا رئيس الجمعيه تبعنا كاع، ما حاله ما كيعدوا حتى حاجه في هذا عدد الولد كاع. وحنايا حنا اللي كنا خوت هنايا، الدري عنده 24 ساعه، انا ما بقاش ولدي انا، راه ولا ولد هو. المنطقه بالضبط، المنطقه باش نعرفوا. المنطقه خويا كاينه القياده ولاد سلامه، حداده ولاد سلامه، والمنطقه فين عامر المهرجان ولا طال. علاش محسوب؟ محسوب على قنيطره. لا رئيس جماعه لا رئيس حداده. ما تبعوش، ما مسولوا فيه، ما كاين حتى حاجه تما. ما انا ما عرفتش، انا بقى عندي الشك، انا الولد فاش ضربوا وطاح وديناه هزينا ترى ما لقيناهاش، دينا الكلينيك لدابا ما تسول فيه حتى واحد، ما عرفتش انا كيفاش، علاش هذا ما يسولش فيه رئيس جماعه ورئيس جمعيه، من حقهم هما مرخصين. جيب البارود وجيب البارود باش يقتلوا الاطفال. لا مستوى الوجه ولا لا خويا، راه مشالو هاد الحن كامل مشالو، وهاد الجيرات مدغد غالو، هاد المشوار كله مدغد غالو. ولا حتى الغرزه وين شكون ضربوا؟ شكون ضربوا؟ من الاصدقاء ديالو ديال الخياله. هذيك الضربه عمد، ما راه عمد، الا هي عنف الله اعلم، الا هي مكري عليه والله اعلم. هذه راه فيها جوج حوايج اخويا، كان نلاحظ هذاك الفيديو راه فيها جوج حوايج، الا هي عمدا علاش، ولا هي كان مكري عليه وعلاش. هذيك الدقه عمدا، كاين الشيوخ ديال الخياله راه هما يشهدوا على هذاك الفيديو. بالنسبه للاصدقاء اللي طالعين معاه اللي منظم اخويا، دابا ما سولوش عليه. انا اخويا دابا انا كنتسول واحد القضيه، كاين واحد الطرف ديال الخياله ما لحقوش، قالوا الاقوال عند الدرك الملكي، راه ناقص من الخياله الاقوال للدرك الملكي، ما خايدينش كاملين، خدين عايشين وحدين وكيديروا ما بغاو اخويا، وهذا الشيء اللي كاين اخويا. شكرا لك. انا ملاوح في السبيطار، ما عرفوا هاد الجماعه، ما عرفوا ميت ولا حي، ولدي مضروب عمدا انتم عميدي. علاش واحد ملاوح في الانعاش، واحد غيبوبه مكمد في كتانه بيضاء من نفس اللي كطلع وتهبط، وواحد مطلوب حر ما هوش في هاد العالم، ما كاينش في هاد الدنيا، ما مسوق حتى لواحد، ما جاو لا الجماعة لا حتى واحد ما تابعنا في هاد الدري، بحال ما مضروب لنا كلب ماشي بنادم. علاش ولدي انا يتضرب من دون ديك عباد الله؟ علاش انا الشيء اللي داروه لولدي راه ما يتصورش على البال؟ واش انا ميت لي كلب؟ عندي جوج وليدات كنترجى فيهم الله، ولدي لوحوه لي في السبيطار وخلاوني. شحال وانا من السبيطار؟ اليوم 15 يوم. ما كيهضرش، ما تيهضر ما تيتكلم، ولدي راه في غيبوبة، وأنا كنطلب الله، كنطلب الله وسيدنا يشوف هاد الشي ويبين لي حق ولدي. أنا ما كنطلب حتى حاجة، تنطلب حق ولدي يبان، ويتوقفوا معايا البوليس وجدارمية. علاش جدارمية كيخرجوا ياخذوا الأقوال في الزنقة؟ هذا واش حكم؟ هذا راه الظلم. حنا خويا يلاه كنا عنده، دابا يلاه جينا من عنده، خويا كوما ما كيهضر ما كيتكلم، واحد الحالة لا يرثى لها. كان طلبوا من جلالة الملك يتوصل بهذا الميساج هذا، وكان طلبوا من الرجال الدرك الملكي حتى هو يكون تعاون معنا ويتدخل معنا، وما يجيش ياخذوا الاقوال ديالنا في الزنقه. يعني هذا راه ماشي حكم، هذا راه ظلم، هذا ظلم. انا خويا مليوح وواحد يعني خارج ما مسوقش، ما كايناش في هذا العالم. علاش حنا لحد الان حنا كنطالبوا بالحقوق ديال خويا تبان، وحنا ما عندناش امكانيات باش حنا نخلصوا الشيخ زايد، يعني تقامت علينا بزاف.